غير الله أجنبهم المشهور من يمثلهم في السوشيال ميديا وقدام لنا غازي الطيب صاحب المحتوى الراقي اللي شاهدت فيه منهم. أما أخونا اللي محتفين فيه كلنا يجينا العاملين علشان عمله الإنساني نائب بالمين ولا الرجال الطيب العودة اللي جعل عظامه للجنة اللي خلف رجال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لو والله خلدي يعزيني كان في حقيقة الطيب بين الله وجه الطيب كامل. أنا الوالد يقول يا أبوك لا تسافر زواجك بعد شهر. قلت يا أبوي الطيب اللي كذي من زواجك بعد شهر. أيوه فأنا بخاطر شيء نقدمه أتمنى ما يردني لا نايم ولا غير نايم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدي. أقومنيك بمناسبة هالموقف الإنساني العظيم وبمناسبة قرب زواجك